كشف المدير التنفيذي لصندوق تموين الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد عن سحب نحو 4600 كراسة شروط حتى الآن لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي بالإعلان التاسع. وأشارت مديرة الصندوق إلى أن معظم مكاتب البريد شهدت زحاما كبيرا من المواطنين للحصول على كراسات الشروط، وبدأت عملية السحب أمس في 22 محافظة، وتبلغ مساحة الوحدة السكنية 90 متر مربع، ويبدأ الحجز يوم 20 من الشهر الجاري ويستمر حتى يوم 20 من سبتمبر المقبل.